الوكالة المحلية للتشغيل كشريك، وبالأخص بمناسبة إمضاء اتفاقية الشراكة في نادي البحث عن الشغل، وهي اتفاقية ثانية بعد جامعة سكيلدا. نادي البحث عن الشغل هذه السنة سوف يركز ويتمن الجانب السياحي وبالأخص المسارات السياحية. المعهد يقوم بتكوين دفعة فيما يخص المرشد السياحي. هذه السنة سوف نشرف على مرافقة خريجي المعهد فيما يخص البحث عن الشغل. المقاربة هي مقاربة الكفاءات، هي تثمين عملية التكوين داخل المعهد وبالأخص في جانبها التشغيل، يعني في البحث على مناصب الشغل. إن شاء الله سوف نرافق أيضا خريجي المعهد فيما يخص إنشاء مؤسسات مصغرة في جانب السياحي بالطبع، فيما يخص المسارات السياحية، فيما يخص سياحة الذاكرة، السياحة الفلكية. ولاية سكيدة تعتبر من أحسن الولايات ومن الولايات النموذجية في السياحة المحلية. الجزائر أيضا من الخمس الأوائل في العالم في سياحة المغامرة. المعهد من خلال وكالة محلية للتشغيل والمعهد نصب ونهدف إلى تكوين كفاءات تستطيع الولوج إلى الشغل، تستطيع خلق مؤسسات، تستطيع هي التي تخلق مناصب العمل مستقبلا وعن في القريب إن شاء الله. هذه السنة تعتبر بداية أولى بالأخص بعد إمضاء اتفاقيات الشراكة.